براس ميمتكم واللي جبتكم براس ميمتكم قولوا لي انا صحيح ولا غلط. انا قبل عرست بتونسية من تونس، المرأة ذي مش نحكي لكم توا في الديتاي ايش صار وش ما صارش، نقولوا المشاكل في كل دار وفي كل بلاد وفي كل حكاية. المرأة هذي جبت منها طفلة واحدة، هذي من بنتي من 2006 ديجا النفقة 200,000 2006 يعني للناس اللي تعرف نحكي ما عليناش. بعد طلعت 250 وصلت النفقة ل 330 كلكو زاني وناري بي مشاكل ومحاكم وترفيع وما نعرف شنو وما نعرف شنو. بنية راه على فكرة عندي صغار اخرين وحياة اخرى واللي هو ما عليناش في هذا الكل ما عليناش. نزيدكم حاجة اخرى، خويا تكون قاعدة وصارت ما باش نرجعها مرة وباش نرجعوا مع بعضنا ودرجون وما سهلش ربي، وعطيت من جهدي وعطيت فلوس ونهار كل وهي تجري زيدني 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 زيدني. انت ما نحكي انا يا خويا اعطيني حقي بالقانون، اعطيني حقي. خالها قاضي على فقرة الخارية هذية، خالها قاضي استعمل لي خوي ما يتلقى النفقة 330 تزيد تضربني ب 500 دينار سكن. فسروا لي انتوما 500 دينار سكن. حاجة اخرى نزيدكم حاجة اخرى، المرأة هذية تسكن في دار بوه، المرأة هذية ما عندهاش كونترام تاع اللي هي تعيش في دار، جايبة كونترام تاع 2014. ظلم في الظلم، تحكمت في الابتدائي وما عايتوا ليش، ما خرجت خرج حكم ديريكت ناحي هذا دو كوتي. نزيدكم حاجة أخرى، لا إله إلا محمد رسول الله. والله يزيد مخي كي نحكي على الحكاية هذه، مخي من الظلم ومن القهر ما عنديش أنا لي مويان باش نخلص. ما خلص عندي تو عامين ما عادش نخلص، ما عادش نجم، ما عادش نخلص. تاخو في النفقة بالتساوي هي وبنتي وما عندهاش الحق توا فوق 16 سنة ونص. شنو تقولوا لي بلاد، شنو تقولوا لي، شنو تقولوا لي نحب تحب المرأة وتدافع على المرأة، تدافع على اللي عنده والناس عندها حق. أنا كيما أنا واحد مظلوم كيفاش تحبني؟ المرأة تسكن في دربه تخدم، جبت ورقتها متاع الخدمة توصل زوز ملايين وزوز ملايين واش وساعات 3 ملايين في كلينيك، تخدم في كلينيك تعمل في ليغارد، اللي يخدمه غادي يعرف. فسرولي انا ظالم ولا مظلوم؟ بابا مات، بابا مات ما نجمش نروح خاطرني رشرشي. يعني اش معناتها كي تجيب انت طفله مع امراه في تونس خاطر خالها قاضي في عليه وعليها، شنو معناتها؟ شنو معناتها تتحايل عليك؟ شنو معناتها ما تروحش لبلادك؟ شنو معناتها بوك يموت وما تدفنوش؟ فسر لي شنو تحبني نتعامل معاها؟ لا حاجتي بها ولا بنتها، تعملها ضميدة على الزك. وحاجة بركة هاني باش نقولها قدام الناس الكل، برا الله يجيبها، برا الله لا يسعدها، برا الله لا يقومها من مرض، برا الله لا يخلي لها ضحكة في الدنيا هذه. هي وخالها وكل من ظلمني برا يجيبها لهم ربي فيهم وفي ولادهم وفي حمهم وفي ولاد ولادهم وفي عائلتهم واحد واحد. هكا انا قدامكم نتكلم بحرق، حسبي الله ونعم الوكيل وكهو. سلام طبعا.